السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انتوا فاكرين ايام زمان كان في زي خشب او في مادة كده صلبة بنحط عليها السيلينج بحيث نحط عليها الحاجات اللي هي بتبقى فوق السيلينج، فده الفكرة ان احنا نحاول نعمله دلوقتي. دلوقتي ممكن تقول له هرسم وول، القصد من الدروس ديت ان احنا ناخد افكار اكبر قدر من الافكار بحيث لما جينا مشروع نكون عارفين ازاي نتعامل معاه. طيب ممكن نيجي هنا، ممكن تقول له انا عايز اعمل ليفل للسيلينج، تمام؟ الاحسن ان احنا ناخدها كده، تمام، وتعمل بقى ده مثلا سيلينج رقم كذا او لو انت مش عايز كده ومش عايز تحصل لخبطة، ممكن تقول له انا عايز ارسم ريفرنس بلان على ارتفاع السيلينج، تمام، وهتقول له دي مثلا خليها اس مثلا، تمام، او خليها سي، تمام. طيب ممكن تيجي بقى من ليفل 1 وهنا من اركتكتشر، هتقول له كومبوننت، هتقول له موديل ان بليس، وهتقول له انا عايز اعمل سيلينج، اوكي، وبعد كده تبدأ تقول له اكستروشن وتقول له ست، تقول له انا عايز ارسم على الريفرنس بلين اسمه سي اكستروشن، هتقول له مثلا انا عايز ارسم حاجه بالشكل دوت، وهنبدا نرسم مثلا لاينز زي ما انت عايز. كوبي، ممكن تقول له دوت انا عايز اكرره شويه، وتبدا تديله بقى المسافات اللي انت عايزها. TR. احنا ممكن نخلي مثلا الخط دوت ونسيب واحد هنا، ممكن نقول له خد ده كده كوبي، وبعد كده هنقول له تي ار من هنا لهنا ومن هنا لهنا وهكذا. تمام، خلينا نشوف في 3D اهيت، تمام، ونقدر نحط السيلينج على الارتفاع دوت، تمام. ممكن نخلي دي مثلا 200، خلي ده واير فريم عشان تظهر معاه. طيب دي اي، ممكن نبدأ نشوف الارتفاع دوت 2200. طيب ممكن نيجي هنا بقى ليفل 1 واقول له اعمل لي السيلينج، ده على اساس ان احنا بنثبت السيلينج على خشب بدل ما السبورتات اللي هي بتتعلى دي. ده كان نظام قديم، وده اللي بنحاول نعمل نظام قديم، تمام. سيلينج اقول له سكتش اهوت، او ممكن تقول له اعمل هيل على طول، اوتوماتيك هيت، بس هقول له 2200، هتعمل بالشكل ده. لو احنا بقى حبينا ان احنا نشوف 3D، هنلاقي بالشكل ده.
تمام. طيب خلينا نعمل حاجة ثانية بشكل آخر. تمام، احنا ممكن نعمل السيلينج على طريقتين. ممكن نجينا على السيلينج، تمام، وهقول له سكتش، تمام، وهغير النوع دوت، هقول له دوبليكيت، اعمل لي نوع جديد، والنوع دوت هقول له خلي ده 140، اديله سمك، لان دي الحاجة اللي هي هي دي الحاجة اللي هي السميكة اللي هي بنحط عليها السيلينج الخفيف اهوت. واقول له هات لي كوبي، اوكي، تمام. بعد كده هقول له اعمل لي السيلينج العادي بتاعك اهوت، وخليه مثلا يطلع 2300 مثلا. ليه عمل لي سيلينج بالشكل دوت؟ يبقى احنا خدنا طريقة تانية في رسم السيلينج. طيب خلينا ناخد طريقة تالتة. زي ما قلنا القصد بس ان الواحد يعرف يتعامل ازاي. طيب خلينا اقول له مثلا ان انا عايز ارسم روف على ليفل 2، مفيش مشكلة، نقدر بعد كده نخليها بالسالب وننزل. المهم ان انا هختار انها اسلوب جلازنج، اللي هي عبارة عن يعني نقدر نقول زجاج يعني اهي. خلينا بس نرسمها، ده هيبقى السيلينج، السيلينج بتاعي، تمام، اوكي. وتعالى نشوفها في ال 3D. طيب تعالى نعمل edit، وهقول له ده انا مش عايز سلوب، انا مش عايز سلوب خالص. طيب ايه الحكمة بقى من كده؟ هاجي هنا edit type، الكيرتن بانل انا عايزها زيرو. انا عايز بقى التقسيمات، هي دي المهمة بالنسبة لي، المسافة متر، والمسافة من هنا متر. فكده هيبدأ يعمل لي تقاطعات من ناحيتين، تقدر تغيرها وتخليها من ناحية واحدة او من ناحيتين او فهمت الفكرة؟ دي اهم حاجة بالنسبة لي، ان انت تفهم الفكرة. وبعد كده تبدأ تحط ميلانيوم بالشكل دوت حسب الشغل اللي انت عايزه. دي من اسهل الطرق ان انت تعمل سيلينج بشكل قوي، ويعني طبعا ده بيقول انها بالظاهرة دلوقتي في 3D. ولو جيت هنا قلت له انا عايز اشوف الظل، هتلاقي الظل بالشكل دوت، الخطوط دي عاملة ظل. لو انت ركبت لايتنج هتبدأ تظهر معاك في الانارة بتاعت اللايتنج. فاحنا خدنا 3 طرق ان احنا نعمل بيها السيلينج بشكل مختلف.